في 2 أبريل عام 2005 الفاتيكان يعلن عن وفاة بابا الكنيسة الكاثوليكية يوحنا بولس الثاني بعد صراع طويل مع المرض. ولد البابا في بولندا ويعتبر من أهم شخصيات القرن العشرين، فقد كان له دور مهم في إسقاط النظام الشيوعي في بولندا وعدد من دول أوروبا الشرقية. وفي عام 1978 أصبح يوحنا بولس الثاني البابا 64 بعد 200، ليكون البابا البولندي الأول في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية.